منتخبنا الوطني يسجل اول الاهداف قبل ان ندخل باجواء المباراه وقبل ان ندخل بالاسماء الموجوده في تشكيله الفريقين. وحلوه حلوه لمهند يلعب كره زاح حسين يقل كره لجهه اليمين همام ممكن ثاني همام داخل منطقه الجزاء خطيره لمنتخبنا الثاني محمد داود. هذه الإعادة لركلة الجزاء لعلي عدنان اللي وضع الحارس على اليسار والكرة على اليمين ليسجل ثالث أهداف منتخبنا الوطني. إذا أسود الرافدين 3 كمبوديا لا شيء. خلاص الدقائق الثلاث انتهت المحتسبة كوقت بدل ضاع والمحاولة أوه رابع